السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنكمل الانترودكشن اللي بدأنا فيها الفيديو اللي فات. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن خواص المواد، اتكلمنا بالتفصيل عن الخواص الطبيعية والخواص الكيميائية، وقلنا الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عن الخواص الميكانيكية. خلونا نبدأ كده ونقول إيه هي الخواص الميكانيكية. الخواص الميكانيكية هي الخواص اللي بتصف سلوك المادة تحت تأثير الأحمال وقدرة المادة على مقاومة الإنجهاد. يعني إيه؟ يعني أنا عندي المادة بتاعتي دي لما بحطها في منشأ بشيلها حمل، المادة دي بتعمل لي رد فعل على الحمل اللي هي شايلاه ده. رد الفعل ده بقى هو سلوك المادة، هتتصرف إزاي؟ أنا محتاج أعرف المادة دي هيبقى رد فعلها إيه على الحمل بتاعي ده عشان أعرف هو أنا كده المنشأ بتاعي ده هيبقى سيف ولا لأ، المادة دي هتشيل الحمل ده ولا لأ. فببساطة هي دي اللي أنا بهتم بيه في خواص الميكانيكية، هو ده اللي أنا بدرسه. المادة بتاعتي دي هتتصرف ازاي تحت الحمل، هتقاوم الحمل ده ولا لأ، هتقدر تتحمل الإجهادات العالية بتاعته ولا لأ، وهكذا. طيب قبل ما أدرس الخواص الميكانيكية وأعرفها بالتفصيل، هو أنا الأحمال اللي عندي كلها ثابتة، كلها حاجة واحدة؟ يعني أنا أنواع التحميل بتاعتي حاجة واحدة؟ لا، أنواع التحميل بتاعتي مش واحدة، أنا عندي 3 أنواع تحميل. أول نوع التحميل الاستاتيكي، ده أكتر أنواع الأحمال السيف، بعرف أتعامل معاها، بعرف أحسبها. بالنسبة لي مش بيشكل لي أي قلق أو أي مشاكل. هو ببساطة الحمل بتاعي دوت بيجي من الزيرو بيطلع للماكسيمم فاليو في وقت كبير نسبيا ويفضل ثابت بعد كده. زي ايه؟ زي المنشآت اللي احنا المباني بتاعتنا، المباني العادية. المباني دي في الأول المبنى بيتبني، فكده هو بقى شايل الحمل نفسه، الوزن بتاعه. بعد كده المبنى ده الناس ابتدت تستخدمه، فبقى شايل الحمل اللي جه عليه بتاع الناس وبتاع الأساس اللي اتحط فيه والتشطيبات وكل ده. بعد كده خلاص ما بقاش فيه حمل زيادة، الحمل بتاعي ما فيش حاجة بعد كده، خلاص ثبت. وفي نفس الوقت هو خد وقت طويل، المبنى على ما اتبنى وبعد كده الناس جت سكنت فيه وكل ده بنتكلم في وقت طويل. فهو ده ببساطة التحميل الاستاتيكي، هو حمل بيزداد تدريجيا حتى يصل لقمته العظمى في فترة زمنية طويلة نسبيا. على عكسه تماما التحميل الديناميكي. التحميل الديناميكي ده حمل بيجي فجأة، وقته اللي بيجي فيه قليل جدا، الماكسيمم فاليو بتاعته كبيرة جدا. فبنقول هو حمل بيصل لقمته العظمى فجائيا خلال زمن قصير جدا، بيسبب حدوث صدمة أو اهتزازات ويصاحبه طاقة، كمية كبيرة من الطاقة. طيب ايه الحمل الديناميكي ده بقى؟ ده كده هو حمل من، يعني هو أخطر أنواع الأحمال، أنا مش بعرف أتعامل معاه لأن هو بيجي فجأة، مش ببقى متوقعة ان هو جاي امتى، والماكسيمم فاليو بتاعته انا مش بقدر ادي اقول ان هي هتبقى كذا، لا انا بديها رينج كده بالتقريب هتبقى كذا، بس انا مش بقدر احسبها بدقة هي هتبقى قد ايه. فقلنا كده هو حمل بيوصل للماكسيمم فاليو في وقت قليل جدا. طب ايه بقى الاهتزازات والصدمة اللي هو بيسببهولي ده؟ الحمل الديناميكي ده هو ببساطة، يعني أقرب مثال عليه هو حمل الزلازل. الزلزال لما بيجي على المنشأ بتاعي بيسبب لي اهتزازات فيه. الصدمة اللي بتحصل للمنشأ دي أو الاهتزازات دي مش كل المنشآت بتقدر تتعامل معاها. في منشآت الاهتزازات دي بتبقى أقل من زمن الذبذب الطبيعي ليها، فخلاص بتتعامل مع الحمل ده وتمتص الطاقة دي وتفضل واقفة. في منشآت لأ. طب هي ايه زمن الذبذبة الطبيعية دي؟ زمن الذبذبة الطبيعية ده خاصية بتبقى لكل منشأ، كل منشأ عندي ليه زمن ذبذبة طبيعية خاص بيه. زمن الذبذبة ده بيحدد لي هو انا المنشأ بتاعي ده هيتحمل اهتزازات لغاية قد ايه، الطاقة اللي جاية عليه دي هيقدر يمتصها يرجعها تاني ولا لأ. بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على المواد اللي انا استخدمتها في المنشأ. في مواد بتقدر تتعامل مع الاهتزازات، في مواد ما بتعرفش تتعامل معاها خالص، اول ما بيجي عليها اهتزازات بتنهار. فهو ده التحميل الديناميكي.
قلنا ان هو برضو من اخطر الانواع. عندي بعد كده التحميل المتكرر. التحميل المتكرر ده هو ببساطة حمل الكوبري، عشان تقدروا تستوعبوه معايا. هو حمل بيزيد لغاية ما يوصل للماكسيمم فاليو بتاعته، وبعد كده يرجع يقل تاني لغاية المينيمم فاليو، ويرجع يزيد للماكسيمم فاليو تاني. طب ايه الماكسيمم فاليو والمينيمم فاليو دول؟ انت هنا اتكلمتي عن الماكسيمم فاليو بس، مجبتيش سيرة المينيمم دي. المينيمم دي بتبقى غالبا في المنشأ هو وزن المنشأ. انا بتكلم على كوبري، فهو المينيمم فاليو بتاعه هو وزن الكوبري نفسه، هو ده الحمل، اقل حمل المنشأ ده شايله. طيب ايه الماكسيمم فاليو؟ ببساطة العربيات اللي بتعدي على الكوبري. انا لما تيجي الكوبري عندي تعدي عليه عربية، بتعمل لي اجهادات عالية عليه، بتوصله للماكسيمم فاليو بتاع الحمل دوت، وبعد كده تنزل، فخلاص الحمل بتاعي بيتشال. فبنقول هو حمل بيتكرر دوريا على فترات زمنية وبيسبب لي اجهادات عالية. طيب هو الجزء ده كده، الكيرف ده انا بسميه دورة تحميل. كل ده يعني انا بحسب وزن، بحسب عمر المنشأ بتاعي اللي بيجي عليه تحميل متكرر بدورات التحميل دي. بشوف دورة التحميل بتاخد وقت قد ايه، والمنشأ بتاعي ده هيستحمل دورات تحميل قد ايه، ومن هنا بعرف هو هيعيش كام سنة. اعرف بقى امتى ارممه، امتى ابتدي اعمله دعامات، كل الكلام ده. في ببساطة هي دي الثلاث انواع التحميل اللي عندي. قلنا تاني ان اخطرهم هما الحمل الديناميكي، اكتر حمل امن هو التحميل الاستاتيكي. التحميل المتكرر غالبا بيبقى في المنشآت زي الكباري، مش بيبقى موجود في المنشآت السكنية او المباني بتاعتنا العادية. فهي دي الثلاث انواع تحميل. نبتدي بقى نتكلم عن الخواص. اول خاصية عندي هي المقاومة. المقاومة هي اهم خاصية بالنسبة لي. انا اي حاجة بشتغل بيها بدور على مقاومته. اي حاجة هستخدمها كمهندس مدني بالنسبة لي هي المقاومة بتاعتها اهم حاجة. او بتأثري ازاي على مقاومة المنشأ بتاعي؟ يعني انا مش بشتغل باي حاجة من غير ما ابقى عارف المقاومة بتاعتها ايه، لان انا اي حاجة بشتغل بيها انا بشيلها حمل، فانا لازم اعرف هي هتقاوم الحمل ده ولا لا. لو انا مش عارف هي هتقاوم ولا لا، طب انا هشغلها بناء على ايه؟ فبنقول المقاومة هي قدرة المادة على مقاومة الأحمال المعرضة ليها حتى الكسر. يعني ايه؟ يعني أنا جبت المادة بتاعتي وابتديت أحطها مثلا تحت حمل شد، ابتديت أشد المادة دي. حمل الشد ده ليه قيمة. عند القيمة اللي المادة دي هتتكسر عندها، هو دي مقاومة الشد بتاعت المادة. أول كده ما المادة بتاعتي يبتدي يحصل لها فيلير، القيمة دي هي المقاومة بتاعة الشد خلاص. يعني المادة بتاعتي بتشيل لغاية الرقم ده. لو زودت عن الرقم ده بأي حاجة ان شاء الله زي التراب، المادة بتاعتي هتتكسر خلاص، يحصل لها فيلير. طب هي المقاومة يعني بتعتمد على ايه؟ هي بتعتمد على نوع الحمل وطبيعته. يعني ايه؟ يعني انا عندي مثلا الخرسانة لما باجي اشيلها ضغط بتشيل ضغط عالي جدا، مقاومة الضغط بتاعتها عالية. بس لما اجي اشيلها شد ما بتستحملش خالص، على طول يحصل لها فيليف. فهي مش بتعتمد على طبيعة المادة، لا هي بتعتمد على طبيعة الحمل نفسه. انا في مواد عندي بتشيل حمل شد، بتشيل حمل انحناء، بتشيل حمل ضغط وهكذا، بس ما بتشيلش مثلا انه زي الخرسانة ما بتشيلش شد. مثلا حديد التسليح حمل الضغط بتاعه قليل جدا، مش زي الشد مثلا بيشيل حمل شد عالي. بس لما اجي اقارنه بحمل الضغط، لا هيشيل مقاومة الضغط بتاعته عالية قليلة وهكذا. المقاومات بقى اللي عندي، انواع المقاومات اللي هندرسها، ندرس كل مقاومة فيهم بالتفصيل. مقاومة الشد ومقاومة الضغط والانحناء والقص والالتواء والصدم والكلال. أهمهم بالنسبة لي مقاومة الشد ومقاومة الضغط والانحناء، دول في أي مادة هيبقوا مهمين لازم أعرفهم.
طيب هو أنا بحدد بقى المقاومة المهمة لكل مادة بناء على إيه؟ بناء على إن أنا شايلة المادة دي إيه؟ أنا شايلها حمل إيه؟ لو أنا شايلها حمل شد فأنا لازم أعرف مقاومة الشد بتاعتها إيه. لو أنا شايلها حمل ضغط فأنا لازم أعرف مقاومة الضغط بتاعتها. لو جيت مثلا قلت لأ دي المادة دي هتبقى مسمار مثلا في وصلات، لأ أنا المهم عندي مقاومة القصر. المادة دي هتبقى مثلا في كوبري فهتتعرض لتحميل متكرر، لأ المهم عندي مقاومة الكلال، وهكذا. لازم أعرف المادة دي هتشيل حمل ايه فبناء عليه أحدد هي المقاومة المهمة عندي مقاومة ايه. هنتكلم في كل الكلام ده بعد كده بالتفصيل الممل، مش هنسيب حاجة مش هنتكلم فيها إن شاء الله. تاني خاصية عندنا هي خاصية الصلادة. ايه الصلادة دي؟ الصلادة دي خاصية بتبقى موجودة لسطح المادة بتاعي. لما احط المادة بتاعتي دي تحت التحميل بحطها تحت الأحمال، لو السطح بتاعها فضل محتفظ بشكله سليم ومتماسك يبقى المادة دي عندها صلادة عالية. فبنقول الصلادة هي خاصية لسطح المادة بتمكن المادة من الاحتفاظ بشكل سطحها سليم متماسك تحت الأحمال المؤثرة. الصلادة ده مفهومها، بس أنا ما عنديش تعريف واحد أمشيه على كل المواد لأن هي فيها أنواع كتير، يعني ليها احتمالات كبيرة كتيرة. فمن هنا جالي تعبيرات تانية للصلادة اللي هما صلادة البري، صلادة العلامة، صلادة الخدش، الامتداد والتشغيل. ايه كل واحدة من دول؟ صلادة البري اللي هو مقاومة المعدن للبري والتآكل. يعني ايه؟ انا لما المواد بتاعتي تبتدي تحتك ببعضها بيحصل السطح بتاعها بري وتآكل، بيبتدي يتاكل كده. فبقول ان المادة بتاعتي عندها مقاومة هي بتبقى في المعادن عامة، المعادن بتاعتي دي بتقاوم البري والتآكل ولا لأ؟ فمن هنا جت صلادة البري. طيب صلادة العلامة، لما اجي اجيب المعدن واحمله بتحميل استاتيكي او ديناميكي ممكن يحصل علامة على سطحه من بره، مكان بقى المكنة، مكان الحمل نفسه يحصل فيه شكله يتغير، الكلام ده كله. فلو المادة بتاعتي دي قاومت العلامات دي تبقى صلادة العلامة في المادة دي عالية، لو ما قاومتهاش تبقى لأ مفيش صلادة علامة. صلادة الخدش نفس الفكرة، هو أنا السطح بتاعي دوت بيقاوم الخدش ولا لأ؟ لو بيقاومه تبقى خلاص هو في صلادة خدش، لأ ده حصل فيه خدوش وبقى فيه خربشات كده يبقى لأ صلادة الخدش بتاعته مش عالية. صلادة الامتداد دي أنا المادة بتاعتي لما بتمتص بيجي عليها حمل ديناميكي، لو امتصت الطاقة رجعتها تاني تبقى فيها صلادة امتداد، بشرط ان هي تمتص الطاقة وترجعها تاني بتفضل محتفظة بشكلها، مش شكلها ما يتغيرش. يعني هي لو شكلها اتغير تبقى هي كده ما رجعتش الطاقة، لا هي الطاقة اللي جت عليها هي امتصتها وخرجتها في شكل deformation، لا انا عايزاها تخرجها زي ما هي شكلها ما يتغيرش. صلادة التشغيل بقى هي مقاومة المعدن للتشغيل بالمكنات. يعني ايه؟ يعني انا لما اجي اشتغل كده في اجيب المعدن بتاعي وابتدي احطه في مكنة التشغيل، سواء بقى اعمله قطع او قص اي حاجة من الحاجات دي، لو المادة بتاعتي قاومة الحاجات دي تبقى فيها صلادة تشغيل عالية. صلادة التشغيل بتهمني في تشغيل المعادن عموما، صلادة البري بتهمني في المواد اللي انا بشتغل بيها كلها لان انا المواد بتاعتي كلها بتبقى متعادل الاحتكاك. صلادة الامتداد بتهمني في اي حاجة بتتعرض لأحمال ديناميكية. صلادة العلامة قلنا بتبقى نتيجة تحميل استاتيكي او ديناميكي. بس هي دي كل حاجة عن الصلادة. الخاصية التالتة اللي هنتكلم عليها هي خاصية المرونة. يعني ايه المرونة؟ المرونة هي قدرة المادة على استعادة ابعادها بعد زوال الحمل المؤثر عليها. يعني ايه؟
احنا عندنا قانون هوك بتاع كيرف الاستريس سترين اللي بيقول ان التشكل اللي بيحصل في مادة بيتناسب مع الحمل اللي موجود على المادة دي لحد حد معين اللي هو حد المرونة. طيب هو انا بعرف منين هو انا لسه في الحد المرونة ده ولا لأ؟ لما اشيل الحمل بتاعي والاقي المادة رجعت لشكلها الاصلي تبقى انا كده لسه في حد المرونة، لكن لو ما رجعتش لشكلها الاصلي انا كده خرجت بره حد المرونة. فالمرونة من الخواص المهمة عندي في تشكيل المعادن، ان انا لازم لما اجي اشكل المعادن ابقى ضامنة ان انا الحمل بتاعي هيخرجني بره حد المرونة. انا مش عايز اشكل المعدن ولما اشيل الحمل الاقيها رجعت لشكلها الاصلي. بعد كده عندي الخاصية الرابعة هي اللدونة. اللدونة هي عكس المرونة تماما، لا هي اللدونة هي قدرة المادة على حدوث تشكل دائم بها بعد زوال الحمل المؤثر عليها، بس بشرط ان الحمل التشكل ده ما يبقاش كسر او انهيار. طالما المادة بتاعتي لسه محتفظة بارتباطها، ما حصلش فيها فيلير بس حصل فيها تشكل، يبقى المادة دي في مرحلة اللدونة. بعد كده عندي الخاصية الخامسة هي الصلابة. الصلابة دي هي خاصية مقاومة المادة لأي نوع من التغيير في الشكل. يعني ايه؟ انا قلت عندي المرونة المادة بتتشكل وبعد كده لما اشيل الحمل ترجع لشكلها، اللدونة لا هي هتتشكل ومش هترجع لشكلها. الصلابة بقى لا هي مش بتتشكل اصلا، المادة بتاعتي دي مش هتتشكل خلاص، هي ممكن تنهار على طول. فأنا بعبر عن الصلابة بحاجة اسمها معايير المرونة. ايه معايير المرونة ده؟ ده انا بقول ان هو ده مقياس الصلابة في حدود المرونة. يعني ايه؟ يعني هو طالما انا لسه جوه حدود المرونة والمادة بتاعتي دي ما بتتشكلش، بقيس الصلابة بتاعت تبقى المادة دي فيها خاصية الصلابة، بقيسها بمعايير المرونة. معايير المرونة دوت هو النسبة بين الزيادة في الإجهاد منسوبة للزيادة في الانفعال اللي هو الاسترس على الاسترين. أو بقول عندي في منحنى اللي هو الكيرف بتاع الاسترس سترين الخط المستقيم، ميل الخط المستقيم هو برضه معايير المرونة. هنعرف بعد كده احنا في كل مادة بنحسبه ازاي، وفي كل اختبار معايير المرونة بحسبه ازاي للمادة بالتفصيل ان شاء الله. بعد كده عندي الخاصية السادسة هي خاصية الرجوعية. ايه الرجوعية؟ هي تعريفها ان هي قدرة المادة على امتصاص الطاقة وإعادتها ثانية بعد زوال الحمل المؤثر. ايه بقى امتصاص الطاقة وإعادتها ثانية؟ احنا قلنا عندنا الأحمال الديناميكية مثلا بتيجي بطاقة عالية، لو المادة امتصت الطاقة دي ورجعتها المادة هتفضل زي ما هي المنشأ بتاعي، مش هيحصل له فيلير. فالحاجة دي بسميها رجوعية، لما المادة بتاعتي تمتص الطاقة المرنة دي خرجها تاني بعد ما اشيل الحمل تبقى المادة دي فيها خاصية الرجوعية. برضو بعرفها بحاجة اسمها معايير الرجوعية، هنتعلم بعد كده بحسبه ازاي. بيبقى في ال بيعبر عن مقاومة المعادن للأحمال الديناميكية بس، عشان احنا قلنا ان هي دي اللي بيجي معاها طاقة عالية، وأحمال الصدمات لأن برضو دي بيجي معاها طاقة عالية. بعد كده بعد الرجوعية عندي المتانة. المتانة هي قدرة المادة على مقاومة الأحمال الديناميكية أو قدرتها على مقاومة الصدمات. لو المادة بتاعتي دي امتصت الطاقة ورجعت وما رجعتهاش بقى، لا هي فضلت تمتص طاقة لغاية ما اتكسرت، بس تمتص طاقة عالية اللي هي الطاقة اللي بتيجي مع الأحمال الديناميكية أو الصدمات. فأنا بقيس المتانة دي بكمية الطاقة اللي العينة بتاعتي بتمتصها لغاية ما يحصل كسر. عادة بتبقى الطاقة دي كميتها عالية جدا، فبقول إن المادة دي فيها متانة، هي هتتحمل الطاقة اللي جاية عليها. آخر خاصيتين عندي هما مرتبطين ببعض، هما عكس بعض أصلا. المنطولية هي قدرة المادة على حدوث تشكل كبير فيها قبل ما يحصل الكسر تحت تحت تأثير حمل الشد. التقصف لا، هو الخاصية اللي بتسبب لي كسر المادة قبل ما يحصل فيها تغيير. يعني ايه؟ انا المنطولية لما باجي اشد المادة بتاعتي
لو حصل فيها تشكل كبير، المادة بتاعتي ابتدت تتشكل وحصل فيها استطالة كبيرة، تبقى المادة دي فيها ممطولية. الاستطالة دي أنا بشوفها بعيني، تبقى نسبة كبيرة واضحة. وبعد كده حصل كسر، تبقى المادة دي فيها ممطولية عالية. طيب وانا لو زي ايه مثلا؟ زي المواد المعادن، حديد التسليح بتاعي عموما ده فيه ممطولية عالية. التقصف لا، انا لما باجي اشد المادة بتاعتي دي او اجي احطها تحت حمل ضغط، مش شرط شد بس، هي ما بيحصلش فيها تشكل. انا فجأة بلاقي المادة بتاعتي دي اتكسرت، او هي بيحصل فيها تشكل بس تشكل مش ملحوظ، ما اقدرش اشوفه بعيني، ما اقدرش يعني يعتبر ما بلحقش اشوفه اصلا، ما بيلحقش يحصل فيها تغيير ملحوظ. زي ايه؟ زي مثلا التقصف في الخرسانة، خرسانة مادة قاصفة ما بتستحملش الشد، اول ما باجي اشدها بتروح مكسورة، ما بيحصلش فيها تشكل، مش بلاقي فيها عندي استطالة. في بعض زي الممطولية، في حاجة خاصية تانية بس مش بتهمنا. لو تحت تأثير حمل الضغط المادة بتاعتي دي بتتشكل تشكل كبير ولا لأ، بس دي مش مهمة بالنسبة لنا، يعني بيهمنا أصل أكتر الممطولية. دي كده الخواص الميكانيكية اللي احنا بندرسها لكل المواد. هي تقريبا كلها كلام نظري دلوقتي لأن احنا بنتكلم عن تعريفها بس، ما خدناش كل مادة وشفنا الخاصية دي فيها ايه. بعد كده هنتكلم بقى عن كل مادة، نتكلم عن المعادن بتاعتنا ونبتدي نحطها في الاختبارات، ونشوف كل اختبار هنطلع منها الخصائص دي ازاي والكلام ده كله. فالكلام هيبقى ملموس اكتر بالارقام وبالمسائل. بعد الخواص الميكانيكية بقى اخر حاجة نختم بيها الانترودكشن بتاعتنا هي المواصفات. يعني ايه بقى مواصفات؟ المواصفات دي بنقول ان هي اشتراطات القبول والرفض للمواد، بتوضع بمعرفة المستهلك وصاحب العمل. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عايزة اعمل اي مادة، اي منتج، انا هشتريه، انا هشتري المنتج ده، فانا عايزة فيه 1 2 3 يبقوا موجودين. في صاحب العمل عايز يطلع منتج ما يكلفوش كتير ويجيب له مكسب، وفي نفس الوقت يبقى في اشتراطات معينة. طب احنا الاتنين لازم نتفق بقى الشروط اللي احنا الاتنين عايزينها في المنتج ده ايه. فبنحط كده، احنا نيجي صاحب العمل والمستهلك ويحطوا شروط مع بعض يتفقوا عليها، المنتج يطلع بناء على الشروط دي. لو المنتج ده حقق الشروط دي تبقى المنتج ده مقبول، ما حققهاش يبقى مرفوض. طيب احنا بنحط الشروط دي ليه؟ بنحط الشروط دي عشان نضمن ان الكواليتي بتاعة المنتج ده تبقى عالية، يبقى المنتج ده الكواليتي بتاعته عالية، سيف، اقدر استخدمه وانا ضامنة ان هو ما فيهوش اي مشاكل. طيب ده بالنسبة للمنتجات عموما. بالنسبة لنا احنا بقى كمهندسين في هندسة مدنية، انا بحط مواصفات تسمح لي، بحط اشتراطات عشان تسمح لي ان انا استخدم المواد المتاحة ليا، في نفس الوقت ما اجيبش تكاليف عالية، واطلع منتج كواليتي بتاعته مظبوطة وسيف. فهي دي الاشتراطات اللي انا بدور عليها، او المواصفات اللي انا بدور عليها كمهندس مدني او كحد بيشتغل في الهندسة المدنية، سواء كنت مهندس، سواء كنت مصنع بينتج منتج، شركة مقاولات، حد في الاخر هياخد منتج هندسي يشتغل بيه. انت يهمك ان هو يبقى الكواليتي بتاعته مقبولة، تكاليفه مش عالية، وفي نفس الوقت سيف، واستخدمت المواد المتاحة اللي حواليك. وانا لو انا هستخدم مواد الكواليتي بتاعتها عالية بس هي مش متاحة حواليا، فهتكلفني كتير عشان اجيب كواليتي، فانا كده ضيعت حاجة من اللي عندي، انا كده مبقاش عندي تكاليف مناسبة، لا التكاليف عندي بقت عالية جدا، وهكذا. فانا بدور على ال3 حاجات دول اظبطهم مع بعض. فمن هنا طلعت حاجة اسمها مواصفات قياسية. احنا قلنا احنا كده عندنا اشتراطات بندور عليها. طيب انا عندي حاجة بدور عليها مهمة بالنسبة لي، انا مثلا مهم بالنسبة لي ان المنتج ده يبقى الكواليتي بتاعته عالية، غيري مهم بالنسبة له ان تكاليفه تبقى قليلة، حد غيرنا تالت المهم بالنسبة له ان المنتج ده يبقى سيف، وهكذا.
طيب احنا عايزين بقى حاجة تبقى ستاندرز الناس كلها تمشي عليها، فجت من هنا المواصفات القياسية. فقالك المواصفات القياسية هي مواصفات محددة نتيجة الاتفاق بين المختصين لبيان الشروط القياسية اللي يجب توفرها في المنتجات والمنشآت الهندسية. يعني ايه؟ يعني احنا جبنا كده الناس المختصة، سواء بقى مهندسين، علماء، دكاترة كلية، دكاترة في الجامعات، ناس شغالة في المصانع والشركات، ناس مختصة في المنتج ده أو في المنشأ ده، وقعدوا كده وحطوا شروط قياسية الناس كلها تمشي عليها. طيب هي الشروط القياسية دي بتبقى موجود فيها ايه؟ يعني انا ليه عملت حط اوكي، انا قلت انا عايزه، انا عندي شروط كده لازم تبقى موجوده في المنتج. طب هي ايه بقى الشروط دي؟ اهم الحاجات اللي موجوده في المواصفات القياسيه، اول حاجه المنتج اللي انا هعمله ده بيجي من ماده خام. طب الماده الخام دي ايه الخواص بتاعتها؟ تبتدي بقى من الاول خالص، يعني الماده الخام اللي انا هستخدمها عايزه اعرف الخواص بتاعتها ايه، احط كده خواص معينه لازم تبقى موجوده فيها. بعد كده هصنعها ازاي، وبعدين المنتج النهائي بتاعه شكله ابعاده ايه، والخواص بتاعته اللي انا عايزاها ايه. وبعد كده طب انا خلاص طلعت المنتج بالحاجات دي، هو هيطلع بيرفكت 100%؟ لا مش هيطلع بيرفكت 100%، اكيد هيبقى فيه عيب. انا بشتغل بمكن، بشتغل بعمالة بشرية، اكيد هيطلع فيه عيب. طيب هي حدود العيوب دي والشوائب اللي طالعة في المنتج عندي قد ايه؟ بتكلم في رينج كام؟ مثلا 2%، 3%، 5%، وهكذا. طيب انا دلوقتي طلعت المنتج بتاعي ده وانا اخدته اشتغل بيه وعايز اتاكد ان هو بيحقق المواصفات دي، فالمواصفات بتقول لي اخد منه عينات ازاي عشان اختبرها، واختبرها ازاي. بعد كده طب انا اخدت العينات واختبرتها، النتائج اللي طالعه لي بقى التفاوت المسموح فيها قد ايه، وايه الارقام اللي بناء عليها اقول المنتج ده مقبول بيحقق المواصفات، لا المنتج ده مرفوض ما بيحققش المواصفات. دي البنود اللي بتبقى موجوده في المواصفات من اول الماده الخام اللي انا هشتغل بيها لغايه ما اقول المنتج ده مرفوض او لا، او مش شغال معايا. طيب هو المواصفات ما تبقاش في المجال الهندسي بس دوت بالنسبه للمجال الهندسي، كل حاجه بشتغل بيها ليها مواصفات. فهي دي اهم البنود اللي موجوده في المواصفات بتاعتي. طيب احنا قلنا المواصفات دي بيحطها شويه مختصين، المختصين دول هم اسمهم كده شويه مختصين؟ لا هم ما اسمهمش كده، هم اسمهم هيئات التوحيد القياسي. ايه هيئات التوحيد القياسي دي؟ دي الهيئات اللي بتحضر وبتنشر المواصفات القياسية للمواد وطرق الاختبار والتفتيش. بتتكون من ايه بقى؟ المختصين دول بيبقوا عبارة عن ايه؟ عبارة عن كل حاجة ليها علاقة بالمجال بتاعي، سواء علماء، مهندسين، مراكز أبحاث، شركات، مصانع، هيئات حكومية، جامعات، مكاتب استشارية. مجموعة المختصين في الفرع ده اللي انا بشتغل بعمل مواصفات ليه بجيبهم من كل حته ليهم من رقم الفرع ده، بيبقى عباره عن هيئات حكوميه او مجالس بلديه، اتحادات، جمعيات نقابيه. مش بجيبهم من مكان واحد، لا انا بجيب من كل مكان ليه علاقه بالفرع اللي انا بحط له المواصفات ده حد مختص. طيب احنا عندنا في مصر هنا في حاجه اسمها الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج، دي تبع لوزارة الصناعة، هي دي اللي بتحط لي المواصفات المصرية القياسية. عندنا في بريطانيا مثلا في هيئة المواصفات البريطانية، دي اللي بتحط لي هيئة المواصفات القياسية البريطانية الـ BSS. عندنا مثلا في ألمانيا اتحاد الصناعات الألمانية، دول بيحطولي المواصفات القياسية الألمانية الـ DIN. في أمريكا في الجمعية الأمريكية للاختبار والمواد، دول بيحطوا الـ ASTM اللي هي المواصفات القياسية للاختبار والمواد.
دي بالنسبة لأشهر المواصفات الكويسة اللي احنا عارفينها. طيب لو أنا بشتغل بقى في مشاريع عالمية، فأنا لأ، عندي حاجة اسمها الهيئة العامة للمواصفات، دي بتحط مواصفات عالمية موحدة اللي هي الأيزو، الناس كلها تمشي عليها، وبتبقى في أي منتج بقى، في أي حاجة، أي حاجة تشتغل فيها بتلاقي فيها الأيزو، سواء طب، هندسة، تجارة، سياحة، أي حاجة. طيب دي بالنسبة للمواصفات، المواصفات القياسية وهيئات التوحيد القياسي وكل الكلام ده. طيب أنا عايزة بقى حاجة كده تلمي ده كله، فعشان أجيب حاجة تلمي ده كله بقى عندي الكود. الكود ده هو دستور مهندس ملكي. الكود ده انت مش هتبطل تستخدمه من يوم ما دخلت مدني لغاية ما تبطل شغل خالص، لازم هتستخدمه ولازم يبقى معاك طول الوقت ولازم هترجع له طول الوقت. اي حاجة انت عايزها هتلاقيها في الكود. ايه الكود ده بقى؟ ده عبارة عن تجميعة كده للاشتراطات ومواصفات طرق التصنيع والتنفيذ وضبط الجودة. بعمله ليه؟ بالظبط زي ما قلت، انا بعمل المواصفات القياسيه عشان اضمن ان انا عندي كواليتي كويسه واضمن ان انا التكاليف بتاعتي مش عاليه والمنشأ بتاعي سيف. انا بالظبط برضه بعمل كود عشان اضمن امان المنشآت. طيب الكود ده فيه ايه؟ ده فيه المتطلبات الدنيا، اقل حاجه انا بحتاجها سواء بقى للتصميم او للتنفيذ او للكواليتي بتاعتي. الكود ده بيتحط بمعرفة اللجنة الأساسية من المختصين، بيبقى تحتها لجان فرعية تانية من اللي بيحطوا المواصفات الكويسية، بيتحط بناء على الأبحاث العلمية والتوصيات التجارب كل الكلام ده، بيتحدث كل فترة. عندنا مثلاً أشهر الأكواد اللي احنا عارفينها في مدني هو الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة، كود رقم 203 لسنة 2007. الكود بتصدره وزارة الإسكان، دي حاجة الناس بتلوط فيها. هيئات التوحيد القياسي تابعة لوزارة الصناعة، الكود تابع لوزارة الإسكان. ده بالنسبة للمواصفات والكود كل الكلام النظري ده. الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم على معامل الامان، وهنتكلم على اختبار المعايرة، وبكده نبقى نهينا الانترودكشن بتاعنا. اتمنى تكونوا فهمتوا، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله.